موقف كتير صعب اللي تعرضت لبنتي اليوم، بس بتعرف رغم انه ابن اخي جارح لقلبها، موقفه اليوم كان شهم كتير. بفهم من كلامك انك رضيان عن الشي اللي صار. لا، مالي رضيان ولا بحب انه ينجرح قلب بنتي، بس اقول لك انا مرتاح لانه نور قدرت تواجه مشاكلها بشجاعه ووقفت بوش الشب وش لوش، وهذا بيعني انه هي ما بتهرب من بشاعه الواقع. تعرف عدنان بيك، ذكرتني لما هربت من واقعي وتعرفت على هي ما بدي اذكر اسمها. معلش كمل كمل. بحكي لك على اول حب بحياتي. انا صبية حبيتها كثير، بس هي معها معها لانه انا وقتها كنت اندبوري وهي بدها واحد من مستواها، عز ومال. سهرتني الليالي وانا عم فكر فيها وما حصلتها. لا تهتم لا تهتم يا سامح، مو من نصيبك. لازم تلاقي لي حل، ما عاد معي وقت. خلاص ما في حل يصير معك رمز الخزنة. لك منين انا بدي اجيب الرمز منين؟ لا يا حبيبي سوي لنا قهوة. ايه على عيني. نقطتين من هاد بيخلينا نام 10 ساعات، نقطتين بالعدد مو اكثر. تمام بس ينام بدقيلي وانا بتصرف بباقي القصص. اليوم المساء رح تقلك. لا بس خبرك انه انا جاهز تعملي هذا الشيء. يلا روحي. ربيع وين راحت نهى؟ يلا بشرب قهوة أنا وياك. يعني مو حدا من رفقاتك حكى لك؟ مالك؟ أنت شو عم تحكي؟ نور عم تشتغل بكافيه؟ إيه. متأكد اللي شفتها هي نور بنت عمك، مو وحدة بتشبهها؟ ماما عن جد بتحكي أنت، شلون بدي توهم بنت عمي نور؟ بعدين قلت لك أنت رح أعمل مشكلة مشانها. كمان، شو عم بسمع أبو مالك؟ مثل ما عم بسمع أنا. ما توقعت ابدا انه تشتغل قرصونه، والله ماني مصدق، مصدوم مثل حكايتك. معناتها نور مانا كذابه وما بتعرف وين مصريات ابوها، صح؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، لا والله مالي عرفان شو بدي احكي. شو اسم الكافيه اللي عم تشتغل فيها؟ ليش عم تسالي؟ هلا قل لي شو اسمه وعنوانه وبعدين بقول لك ليش عم بسال. هلا غلاظه ومشاكل مع نور ما بدي. هلا بلا غلاظه، ما رح اعمل مشاكل.